صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة من دولة قطر، صاحبة السمو الشيخ موزة بن ناصر رئيس مؤسسة قطر. أيها السيدات والسادة، أيها الأصدقاء، مرحبا بكم في هذا الحدث الاستثنائي الذي يبين من بين أغراض أخرى كيف يمكن لمؤسسة قطر أن تجمع بين المؤسسات المختلفة مثل جامعة جورج تاون وجامعة حمد بن خليفة ومركز المؤتمرات الوطني الرائع هذا، مثل هذا الجمع الذي يتيح لنا إقامة أمسيات مثل هذه التي نحضرها هذه الأمسية. وأيضا تجد جامعة جورج تاون وطلبتنا وأساتذتنا في مثل هذه المناسبات مناسبة لإضافة قيمة جديدة للحياة الثقافية في دولة قطر، والتي لا يمكن أن نحظى بها لولا مثل هذه. اسمي جات نورمان، يسعدني ويشرفني أن ألعب دورا صغيرا بصفتي عميدا لجامعة جورج تاون في قطر، وأيضا إنها لسعادتي أيضا أن أقدم لكم رجلا لا يحتاج حقيقة إلى أي تقديم، محمد حسنين هيكل، ربما الاسم الأشهر في عالم الصحافة العربية برمتها، وحقيقة أحد أشهر الصحفيين في العالم أجمع عندما يأتي الأمر إلى تحليل أوضاع السياسة العالمية والشرق الأوسط خاصة والتعليق عليها. وهناك قلة من الشخصيات التي يمكن لها أن تدعي نفس القدر من الخبرة والمعرفة في بعض أهم أحداث العالم التي صاغت تاريخ الشرق الأوسط، وتوثيقه لهذه الأحداث من خلال عمله كصحفي ومؤلف لعدد كبير من المؤلفات والكتب، قد حقيقة أثرت النقاش في أنحاء العالم بما في ذلك العالم العربي وفي قاعات درس عديدة في العالم، ولا نستثني من ذلك قاعات درس جامعتنا في جورج تاون. إذا هذه المحاضرة في هذه الأمسية هي مناسبة مهمة لنسمع شيئا عن ما يمكن أن نتوقعه عن تاريخ هذه المنطقة في الماضي ومستقبلها. محمد حسنين هيكل كان رئيس تحرير الأهرام، ربما الصحيفة الأشهر في العالم العربي حتى العام 74، وأيضا بسبب احترامه لكرامته المهنية وبعد خلافه مع الرئيس الراحل السادات ترك العمل في تلك الصحيفة، وكان قد بدأ حياته العملية مع الإيجيبشن جازيت التي تصدر باللغة الإنجليزية، وكصحفي ناشئ غطى نزاعات وأحداث من معركة العلمين في الحرب العالمية الثانية إلى أحداث أخرى في الحرب العالمية الثانية وثورة مصدق في إيران وحرب فلسطين وحتى الحرب الكورية وأجزاء من حرب فيتنام، ومن ثم انصب اهتمامه على أحداث أقرب إلينا هذه الأيام وقد قرأتم عنها، وكمراقب وكصحفي كان حقيقة مساهما في صنع السياسة المصرية، لأنه كان قريبا في البداية من الرئيس جمال عبد الناصر ثم الرئيس أنور السادات، وكان له مكانة مقربة في دائرة صنع القرار في مصر، وكان أيضا كما قلت من قبل له مؤلفات عديدة حقيقة، له عدد كبير منها حيث نشر 62 كتابا باللغة العربية و11 كتابا بالإنجليزية، وكثير من هذه الكتب كانت في حاضرة في مكتبات جامعات العالم، بعض أشهرها كلام في السياسة من نيويورك إلى كابل، وأيضا ناصر ووثائق القاهرة وقطع ذيل الأسد
أزمة السويس من منظور مصري أو وهكذا الطريق إلى رمضان وخريف الغضب حول اغتيال السادات، عودة آية الله، القنوات السرية، إيران، القصة الخفية حول ضلوع أمريكا في شؤون إيران، أوهام النصر حول حرب الخليج، وهذه فقط خيارات عديدة فقط منتقات وقد سمعت ومن هو من زوجتي أنه لن يتقاعد أبدا فلا يمكن له ذلك. وأيضا كثيرون يعرفونه من خلال برنامجه في الجزيرة، والآن هو بصدد إنتاج CBCS، أنسى دائما الاسم الدقيق، في مصر. وفي الحقيقة اضطر لقطع سلسلة أعماله وليحضر معنا، لذا نحن ممتنون له. إذن من دون المزيد من الأبطاء، أستاذ محمد حسنين هيكل، تفضل الكلمة لك الآن. صاحب السمو أمير قطر، صاحبة السمو أميرة قطر، إنني شديد العرفان بفضلك سمو الأمير أن وجدتم الوقت لتحضروا معنا هذه الليلة في هذه القاعة. إنني شديد العرفان أيضا لوجود سمو الأميرة بجانبكم، مع أن حضورها بالطبع لم يفاجئني، فنحن جميعا في ضيافتها هذه الليلة باعتبارها راعية لمؤسسة قطر وقائمة على رسالة علم وتنوير كرست لها جهدا بغير حدود وإخلاصا بغير نظير. إنني سمو الأمير أعرف عن شواغلكم ومشاغلكم ما يكفي لاستيعاب كل وقتكم وكامل تركيزكم، سواء مشروعكم القطري أو شواغلكم العربية ومسؤولياتكم أو ارتباطكم الوثيق بهموم الأمة والإقليم وقضاياهما ودورهما في العالم الراهن ومستقبله في زمن جديد. ويتضاعف شعوري بالعرفان عندما أتذكر أننا حينما التقينا في الدوحة بعد ظهر أمس على فنجان شاي بقصر الوجبة، أنكم تفضلتم في ختام حديث تواصل أكثر من ساعتين حول شؤون عالمنا العربي قولكم أنك تريد أن تكون معنا الليلة، ولكنك بعدما عرفت بعنوان ما أريد أن أتكلم فيه تخشى أن يكون من وجودك إحراجا لي فيما يمكن أن أقوله، وأنك ترغب في ذلك وإنما تريدني أن أتحدث على حريتي كما قلت، لأن الحرية هي القيمة في أي قول. وقد أسعدني سمو الأمير أنكم تفضلتم وجئتم، ومجيئكم دليل على أن أسباب الحرج بيننا مرفوعة، لأن أكثر ما شدني إليكم هو اكتشافي منذ أول لقاء أنكم قبل الصدارة وقبل الإمارة كنتم دائما أنصارا لحوار مفتوح بحثا عن الحق والحقيقة، متشوقا إلى المعرفة والكشف، لا تخفون رأيا ولا تنتظرون ذلك من غيركم، وذلك من جانب من شخصيتكم أحترمه وأقدره. هناك سر آخر في تقدير لكم، وهو أنك محب لدرجة العشق لبلد اسمه مصر، ولقد سمعتكم قولا ورأيتكم فعلا تعبرون وتتصرفون على أساس قناعة راسخة لديكم بأن مصر ليست بلدا عربيا فحسب، وإنما هي وطن لكل العرب أملهم فيه ومستقبلهم معها. وذلك سمو الأمير ليس مجرد شعور صادق في موقفه، ولكنه برهان تاريخي وحضاري على ذكاء القلب وذكاء العقل. شكرا سمو الأمير، وبإذنك سمو الأميرة أنتقل إلى موضوعي هذه الليلة. Okay.
إذن أشكركم سيادة العميد على دعوتي متحدثا في هذا المعهد العلمي الموصول بواحدة من أهم الجامعات الأمريكية، والذي تستضيفه هذه العاصمة التي تضج بالحيوية وسط هذا الشاطئ الخليجي الممتد بمواقع الطاقة والنور، يرسم على حافة الصحراء خطا اعتباريا وسط قارات وبحار وثقافات وحضارات. وقد استعملت وصف الخط الاعتباري قاصدا، لأن الخط الاعتباري ليس فاصلا ولا عازلا، وإنما هو علامة على الخرائط، مثله مثل خطوط الطول والعرض، ترسم ولا تعزل، ومنطقته أقرب إلى أن تكون شرفة عريضة في امتدادها، ضيقة في فسحتها، مطلة على الشاطئ الخليجي، وراءها العمق العربي، وأمامها الشاطئ الإيراني والفضاء الآسيوي بعده. ولعلي اقتربت من قضايا الخليج عندما فرضت المتغيرات خلال الستينات من القرن الماضي على الحكومة البريطانية بعد استقلال الهند، وبعد زيادة تكاليف الحرب الباردة، وبعد هزيمة السويس سنة 1956، أن تعتمد سياسة الانسحاب من شرق السويس. ثم قضت الظروف أن أكون واحدا من المتفاوضين المصريين مع المقيم العام البريطاني في المنطقة وقتها سير ويليام لوس، ثم مع غيره آخرين. وكان مستقبل الخليج مطروحا للبحث في تلك الأيام ضمن الصراع بين الحركة القومية العربية المتقدمة والإمبراطورية البريطانية المتراجعة. وكانت تلك فترة حافلة بالآمال والطموحات، وعلى أي حال فإنه خلال تلك الفترة ظهر الدور المحتمل الكبير لهذا الخط على الخليج، كما انبثقت الحيوية الهائلة الكامنة في أهله وفي دوله التي قامت وشيدت بالعمران ما يتجاوز الخيال ببعض المواقع. والشاهد أنه كان عمرانا طموحا حاول أن يلاحق التقدم بما أتيح له من وسائل رغم ما حوله من مخاطر، وذلك طبيعي لأن هذا الخط بموارده وثرواته واقع بين شاطئين وراءهما مسافات برية شاسعة وكتلا إنسانية قلقة وصراعات دولية قديمة وجديدة. وكذلك فهو في حد ذاته خط يصعب أن يكون سهلا أو ساكنا. سيادة العميد، إنني بعد الشكر أواجه سؤالين لا بد من وقفة أمامهما. أولهما الاعتذار لأني أعرف أن الجامعات بصفة عامة تؤثر حديث العلم على حديث السياسة، لكن شفاعتي أن حديث السياسة درجات، فهناك حديث السياسة بمعنى صراعات السلطة، وهناك حديث السياسة باعتبارها طروحات للمستقبل، وذلك ما أحاوله قدر ما أستطيع، عارفا أن هناك سوابق نذكرها وقد نحاول أن نتخذ منها نماذج نحتويها وعلامات نسترشد بها رغم اختلاف الأحداث والأقدار. ولعلكم تذكرون محاضرة سير وينستون تشرشل الشهيرة في جامعة فولتون ميسوري سنة 1946، واللافتة التي لفت فيها الأنظار إلى أن ستارا حديديا ينزل على أوروبا الشرقية. ودون مقارنة بهذا النموذج الشهير، فإنني متبعا ومسترشدا حاولت في مناسبات عديدة أن تكون الجامعة منبري لحديث السياسة عند نقطة تحول تصورتها مهمة في سياسات العرب الراهنة. فعلت ذلك في شأن اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، وكان حديثي بشأنها محاضرة في أكتوبر 1993 بعنوان أوسلو وأريحة أولا وأخيرا، وفيها حاولت تحذير الفلسطينيين من أن ما يعتبرونه شبه بداية حل سلمي هو واقعيا شبه نهاية لقضيتهم. ثم كررت التجربة بعد ذلك في أكتوبر سنة 2002 في مسألة توريث السلطة في مصر من أب إلى ابن، وكان قصدي أن ألفت النظر إلى بوادر وإشارات توحي بأن الرئيس المصري السابق يريد تقليد نموذج شاع في النظم الجمهورية العربية بتصورها وراثية. وفي المرة الأولى بشأن اتفاقية أوسلو فإن تحذير المبكر لم يجد نفعا، لكنه في المرة الثانية وبخصوص توريث السلطة في مصر فظني أن التحذير المبكر نبه إلى المحظور
واللافت أن حديثي في المرتين كان في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم يجيء حديثي هذه المرة الثالثة في جامعة جورج تاون في الدوحة. يجيء الدور على السؤال الثاني، ذلك أنني وقد اخترت موضوعا سياسيا، فقد كان المنتظر أن أتحدث عن قضايا المشرق العربي، خصوصا وأنني قادم إلى الخليج من موقع غاطس بالكامل في المشاكل والعقد. لكن خروجي عن المنتظر يعود بالدرجة الأولى إلى أن شؤون المشرق العربي معروفة لديكم ومكشوفة أمامكم، ومحصلتها أننا هناك في ذلك المشرق نعيش حالة ولادة متعثرة بين بقايا ماض لم يقتنع بعد بأن ينسحب ومستقبل لم يعرف بعد كيف يتقدم. وعليه فإن ما يجري عندنا هو شبه عملية انسلاخ مؤلمة من زمان إلى زمان، وتلك تجربة عانتها من قبلنا أمم وشعوب. لكن صعوبة الأمر بالنسبة لنا وخلافا مع تجارب غيرنا أن هذه العملية بالولادة أو بالإنسلاخ تقع على ساحة فيها من يعرف كيف يتوضأ بالدم، ولكن ليس فيها من يعرف كيف يصلي صلاة الجماعة على حد تصوير لشاعر فارسي قديم. ويضاعف من المأزق أن الساحة مستباح، وأن العالم كله يتدخل، ومن لا يتدخل يتفرج مستغربا ما يرى دون أن يمد بصره إلى ما وراء الصور ليعرف أنه مصراع على المستقبل لأمة فاض بها الكيل وقررت أن تتخلى عن الصمت والسلبية وأن تهزم اليأس وتنتصر عليه. ومع أن بعض الصور الظاهرة على مواقع الأحداث تدعو إلى التخوف والتوجس، إلا أن الحقائق وراء الصور تؤكد أن الحركة إلى أمام غالبة باستمرار، وأنه إذا كان الماضي أحجارا ثقيلة تعوق فإن المستقبل أجنحة قوية تحلق. حضرات السادة، سيدات والسادة، أنتقل إلى موضوع الليلة. وإذا سمحتم لي دون أن أتجاوز على خصوصية لقاء، فإنني أتذكر أن صاحب السمو أمير هذه البلاد وصديقنا الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني أثار معي مرة ومطولا موضوع مستقبل الخليج العربي وأمنه، وكان ذلك قبل سنوات طويلة. ومن المصادفات أننا كنا يومها في مدينة الغردقة المصرية المطلة على شاطئ البحر الأحمر، بينما الشاطئ الآخر لشبه الجزيرة العربية باد أمامنا من بعيد كأنه غيب سحاب يذكرنا بأن المسافات ليست نائية كما نتصور أحيانا، وأن القضايا ليست منعزلة كما يظن بعض الناس. وكان رأيي وقد عرضته على سمو الأمير واحد، أن الخليج مطمع قوى دولية وإقليمية وهذه حقيقة أشياء. اثنين، أن بجواره ثلاث دول كبيرة تطل عليه من كل جانب، وهي السعودية والعراق وإيران. لكن هذه الدول في هذه تلك اللحظة في اللحظة الراهنة مشغولة عنه. ثلاثة، أن هناك نوع من التوازن بين احتمال ضغط تمارسه أي من هذه القوى القريبة وبين مواقف دول غيرها في العمق العربي، وبخاصة مصر وشمال إفريقيا العربي ثم سوريا وجوار الشام. أربعة، وأن الاهتمام الخاص الأوروبي والأمريكي بالمنطقة قائم وفاعل ودواعيه متعددة، الموقع وإمكانياته والطاقة وفوائضها، وذلك ضمان حاضر وإن ماثلا عند حافة الأفق. خمسة، وأخيرا، فإن الثروة المستحقة والمتدفقة على بلدان الخليج الجديدة تمكنها من توسيع دائرة الحريصين عليها ولو بتأثير ما يصل إليهم من فوائضها، وذلك استثمار نافع له مردود قريب وبعيد. ومؤدى ذلك أن المخاطر موجودة لكنها محدودة، وتقديري وقتها أنه في تلك اللحظة ليس أمام الأطراف غير أن يتابعوا بعناية وأن يراقبوا بحرص. ومنذ ذلك الحديث قبل سنوات في الغردقة امتلأت أشرعة السفن في الخليج برياح قوية وصلت في بعض الأوقات إلى درجة العاصفة، وطرأت أحيال وتغيرت معادلات وتوازنات. سمو الأمير، سيادة العميد، حضرات السيدات والسادة، أستطيع أن أعد أمامكم مجموعة طارئة وخطرة من المتغيرات وقعت وأثرت على المعادلات والتوازنات في الخليج. أولها أن فضاء منطقة شمال ووسط الشام
وحتى شرطخوم شبه الجزيرة العربية شهدت وتشهد دمارا واسعا إنسانيا وعمرانيا وثقافيا. وإذا لم يكن علينا الآن أن نتحدث في أسباب هذا الدمار فإننا مطالبون على الأقل بتدبر نتائجه، وأخطرها أن هناك فراغ قوة وفراغ سلطة مخيف نشأ حول الخليج، وذلك بدوره سوف يستدعي أشكالا وألوانا من الاضطراب والفوضى غير محكومة وغير منضبطة. ثانيها أن ما وقع في إيران حتى من قبل الثورة الإسلامية ثم ما وقع بين إيران والعراق عقب تلك الثورة الإسلامية ثم ما استحكم بعد ذلك من فتن مذهبية بين سنة وشيعة وجدت من يشعل النار فيها بشحنات من التوتر، تلاقت جميعها مع نوازل الفوضى على الجدار العربي الغربي، ثم زاد أن وقوعها جاء قريبا من ساحة براكين النشطة مرئية من الخليج وعلى مسمع منه في باكستان وأفغانستان. ثالثا، لقد كان شائعا لعقود طويلة أن العمق العربي داخل وربما متداخل في الشأن الخليجي، وهذا طبيعي. ثم وقع خلال السنوات الأخيرة أن الخليج أصبح داخلا ومتداخلا في العمق العربي، وهذا بدوره طبيعي، على أن للطبيعة مواسمها، فقد حدث تدخل حصل تدخل وتداخل الخليج متوافقا مع وقوع زلازل اجتماعية وسياسية وفكرية عنيفة، وفي الحالات متوافقا مع وقوع زلازل اجتماعية وسياسية وفكرية عنيفة، والزلازل لها التوابع، والتأهب للزلازل صعب والاستعداد للتوابع كذلك، وفي الحالتين فإنه يصعب التكهن بدرجات الارتداد والتساقط، وهذه في الطبيعة ظاهرة فيها من المجهول أكثر من المعلوم، وهي كذلك في السياسة. رابعها أن الكثافة السكانية في قلب شبه الجزيرة العربية تزداد بمعدلات لفتت نظر دارسين وخبراء، بينهم من رأى أنه في ظرف ما بين 15 سنة إلى 20 سنة فإن تعداد السعودية سوف يصبح 50 مليونا من البشر، واليمن نفس المقياس، أي أن كتلة إنسانية من 100 مليون إنسان سوف تملأ ساعة شبه الجزيرة العربية وتفيض، وهذا الامتلاء مطلوب، لكنه شأن أي امتلاء له فعل إزاحة. ثم أن مطالب المستقبل لهذه الكتل الإنسانية المتضخمة في السعودية واليمن قد تزيد كثيرا عن الموارد المتاحة بصرف النظر عن حجم الفقر أو الغنى، كما أن رياح التغيير وضمنها وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة سوف تطرح مطالبات ملحة ومتصاعدة متشوقة إلى الحق والحرية. خامسها أن النفط العربي على وشك أن يتنازل عن سطواته، ولا أقول أهميته، فهناك اكتشافات تبدو غزيرة في إفريقيا وآسيا وفي أعماق البحر والمحيط، كما أن هناك جهودا مكثفة يبذلها العلم والتكنولوجيا ويعززها عالم صناعي لا يريد زيادة اعتماده على مصدر رئيسي للطاقة. وقد رأينا هذا العام بالتحديد أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت وارداتها من نفط الشرق الأوسط بنسبة 40% اعتمادا على تكنولوجيا استخراج النفط من الطفل. ومن المفيد تذكرة أنفسنا أحيانا بأن النفط سلعة استراتيجية لا تختلف كثيرا عن سلع أخرى سبقتها عبر القرون، حتى وإن بدا لنا أن النفط مجال صراعات خفية تضفي عليه غموضا من نوع ما. وصحيح أن القرن العشرين يمكن اعتباره قرن النفط، إلا أن هناك قرونا سبقت أخذت توصيفها من سلع أخرى غيره. فالقرن الخامس عشر مثلا كان قرن التجارة بين الغرب والشرق، وكانت سلع الشرق وأموال التوابل حافز الكشوف الجغرافية الكبرى وقتها، وقد فتحت هذه الكشوف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند حول إفريقيا، والأهم أنها وضعت أمريكا شمالها وجنوبها على خريطة المعمورة، وهذا أهم حدث في العالم ربما منذ بداية التاريخ. وكان القرن السادس عشر قرن الذهب والفضة من العالم الجديد، حتى لقد سمي ذلك الزمن بأسره بالذات في أسبانيا والبرتغال بالقرن الذهبي. وكان القرن السابع عشر هو قرن السكر والعبودية، فقد كان العبيد أهم لوازم قرن السكر وطاقته وعضلاته،
وفي ذلك القرن فإن جزر الكاريبي كانت مركز الصراع العالمي الأكثر سخونة ومصدر أكبر الثروات. والمدهش حتى هذه اللحظة أن أفخم القصور في الريف الإنجليزي تظل حتى الآن شاهدا على أساطير الثروة من قرن السكر والعبودية، وتتنوع السلع وتوابعها تعطي أوصافا للقرون، من القطن ومعه الغزل والنسيج إلى الحديد والفحم ومعه السكة الحديدية، إلى البترول ومعه السيارة والطائرة والقمر الصناعي، حتى جاء القرن 21. ومن الواضح أمامنا أنه سيكون زمنا يتخطى بمنجزاته قرن النفط الذي سبقه. ومن ثم يضع الذهب الأسود في موقعه الطبيعي، صناعة ضمن الصناعات وسلعة ضمن السلع، مطلوبة بإلحاح وضرورية، لكن طلبها ليس مسألة حرب أو سلام. سادسا، أن أمامنا حركة ملحوظة على مسار الصراع الإمبراطوري العالمي، وبمقتضاها فإن بؤرة هذا الصراع تتجه بسرعة نحو أقصى الشرق الآسيوي. وإذا قلنا والقول صحيح أن الإمبراطورية هي وطن واسع بالموارد وقاعدة إنسانية متماسكة وطاقة اقتصادية متفوقة وإمكانية عسكرية متحققة وخروج إلى الساحة العالمية حتمي، إذن فإن هناك بروزا إمبراطوريا لقوى عظمى جديدة، ومع ظهورها فإن بؤرة السباق الإمبراطوري تمشي حاليا في اتجاه المحيط الهادي. وفي التاريخ القريب فقد كان الأطلنطي ومنذ اكتشاف أمريكا هو بؤرة الصراعات الدولية إمبراطورية، ثم أصبحت أوروبا بؤرة الصراعات الإمبراطورية من نابليون إلى هتلر، ثم ازدحم البحر الأبيض بالأساطيل وتحول إلى بؤرة للصراعات الإمبراطورية بعد ظهور الاتحاد السوفيتي وحتى انتهاء الحرب الباردة. ولفترة من الفترات بعد الثورة الإسلامية في إيران وحتى بعد ما سمي بالربيع العربي، فقد تنقلت بؤرة الصراع الإمبراطوري في المنطقة ما بين البحر الأحمر ومنافذه إلى الخليج العربي ومضيقه. ثم يتبدأ أمامنا أخيرا أن بؤرة الصراع الإمبراطوري تنتقل إلى الشرق البعيد، حيث بدأ الظهور الضخم للصين إلى جانب العودة المتجددة لليابان، بينما الهند تحاول اجتياز الامتحان. ويلوح وكأن الزمن القادم سوف يكون على الأرجح آسيويا بمقدار ما كان سابقه أمريكيا والأسبق منه أوروبيا، مع ملاحظة جديرة بالاهتمام هنا مؤداها أن القوة الإمبراطورية لم تعد إرثا حصريا تنتقل بمواجهات السلاح الكبرى، وإنما هي الآن أقرب إلى سباق مفتوح بالتتابع، حتى وإن بدا السباق في بعض اللحظات تدافعا واحتكاكا وربما أخطر. حضرات السيدات والسادة، ليس هناك عقل رشيد يتصور الآن إمكانية حروب عالمية، ومع ذلك فإن التحسب لازم، لأن هناك على الشرق من الخليج هذه اللحظة خمسة قوى نووية، فهناك الولايات المتحدة بحاملاتها وقواعدها، وهناك الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية، وجميعها قوى نووية معلنة، ثم أن بعضها لديه خلافات كامنة كما هو الحال بين باكستان والهند، والهند والصين، والصين واليابان، ثم أنه من ضمن هذه القوى طرف في كوريا الشمالية قد يدفعه تشديد الحصار حوله إلى مجازفة غير محسوبة لكسره. يضاف إلى ذلك أن هناك إمكانية نووية علمية، وإن تكن غير جاهزة عمليا على الفور لدى اليابان، مهما قيل لنا عن نفور الشعب الياباني من الأسلحة النووية، كما أن هناك احتمالات نووية كاملة في كوريا الجنوبية وفي أستراليا، أي أن هناك زحاما نوويا كثيفا على الشرق من الخليج. فإذا تذكرنا أن غرب الخليج عليه مواقع نووية أخرى في إسرائيل وإلى حد ما في إيران، إذن فإن تركيا أغلب الظن لن تقبل نفسها عريا نوويا. ومع علمنا جميعا أن الغطاء النووي لأي قوة ليس قابلا للاستعمال بسهولة، فعلينا الاعتراف بأن القدرة عليه أفضل ضمان للوقاية ضده نفسيا وعمليا بصرف النظر عن أخلاقيا. وخشيتي أن الزمن القادم
وعلى الرغم من كل القيود والمحاذير سوف يشهد انتشارا نوويا حتى وإن لم يكن هدفه عسكريا. وقد نتذكر أن البلد الذي جئت إليكم منه وهو مصر كان يملك في أوائل الستينات من القرن الماضي مشروعا للأبحاث النووية ومشروعا لصناعة الصواريخ، وكان الهدف تحصيل علوم الذرة والفضاء وليس السلاح ومدى وصوله، مع إدراك بأن العلوم مفاتيح يملك أصحابها أن يفتحوا بها الأبواب إلى حيث طلبهم وقدرتهم على ما يطلبون. إن ذلك يقودنا بالتداعي إلى أزمة عاجلة تحوم حول الخليج وعواصفها الآن تتجمع، وإن كان موعد هبوبها ينتظر، وأعني بذلك احتمال ما يمكن أن تصل إليه أزمة المشروع النووي الإيراني. فهذا المشروع وفي ظرف مدة قد لا تتجاوز آخر هذا العام واصل إلى نقطته الحرجة على جسر أزمة، وهناك احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يتمكن المشروع الإيراني من تحقيق وعده ويصل، وإما أن تستطيع إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ وعيدها وتضرب. وفي الحالتين نجاح الوعد أو تنفيذ الوعيد فإن كل حالة منهما لها آثار ولها نتائج سياسية واستراتيجية. ويلفت النظر أن بعض القوى السياسية في الخليج تبدو مطمئنة إلى أن ضربة الوعيد الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران سوف تكون جراحة نظيفة تنزع شوكة قد تكون مسمومة، وتلك مبالغة في التفاؤل جامحة. ذلك أن عواقب الضربة حتى وإن جرت جراحة بالمنظار سوف تنشأ عنها مضاعفات لا تكفيها مضادات حيوية نعرفها أو نبحث عنها. ويستحق الاهتمام هنا أن إلحاح الولايات المتحدة على حصار وتغيير النظام في إيران له علاقة وثيقة بصراع القرن الآسيوي. ذلك أن الهضبة الإيرانية هي المرتكز الاستراتيجي البري لأي تحرك نحو الشرق، فهذه الهضبة هي القاعدة الخلفية للسباق الإمبراطوري الجديد في الشرق الأقصى، وعقدة المواصلات إلى القوقاز والبلقان وروسيا حتى سهول أوكرانيا، وقلب أوروبا حتى سفوح جبال الألب. وكذلك فإن قلب الشرق الأوسط وأيضا إلى الخليج بشواطئه وبحاره وكذلك إلى قلب الشرق الأوسط وأيضا الخليج بشواطئه وبحاره ومضيقه. ومن الواضح أمامنا أن الخط الافتراضي لشطآن الخليج أن أوضاع الخط الافتراضي لشطآن الخليج تغيرت شرقا وغربا كما اختلت توازنته، وعليه فإن هذا الخط الافتراضي معرض لأن يتحول إلى خط احتكاك أمني وسياسي وإمبراطوري. وهنا يبرز سؤال المستقبل بالنسبة للخليج وأمنه. ونحفظ جميعا تعبيرا مأثورا منطوقه أن أهل مكة أدرى بشعابها، وهذا صحيح بشكل عام، ثم هو أكثر ملائمة للأحوال الراهنة مع زيادة درجة الحساسية التي طالت العلاقات العربية العربية وكذلك الخليجية الخليجية وحيث نحن الآن. ففي مراحل سابقة كان أي عربي يملك فرصة الفتوى في أي شأن عربي بمقتضى قاموس فقه سياسي تجمع وتراكم عبر تجربة قومية حافلة، ومع أن مداخل ذلك القاموس وتعريفاته كانت في حاجة إلى مراجعات بالفرز والتدقيق، إلا أن التعرض لذلك القاموس العربي جاء بتمزيق صفحاته وبعثرتها، وكذلك لم تعد هناك مراجع معتمدة فضلا عن مرجعيات لأي فتوى واجتهاد. ولسوء الحظ فإن المشروع السياسي العربي يبدو في هذه اللحظة أطلالا تلوح من بعيد كباكر الوشم في ظاهر يدي على حد تعبير الشاعر الجاهلي القديم. وكذلك فإن أهل الخليج وهم الأدرى بشعاب مكة عليهم أن يسبقوا إلى الفحص والدرس والجواب على سؤال المستقبل، فإذا شاءوا أن يفتحوا باب الاجتهاد لغيرهم فسوف يجدون معهم كثيرين. وفي كل الأحوال فإن توصيف عناصر أي مشكلة تظل خطوة مهمة في البحث عن حلها.
وفي النهاية فإن كفاءة وجسارة الفكر الاستراتيجي لأهل الخليج أمامها تحدي كبير، وإذا كان هناك ما يقوله لهم أي صديق فهو التذكير بأن أي تفكير في المستقبل، أي مستقبل، لا يمكن أن يجيء من خارج الزمان والمكان، أي من خارج الجغرافيا والتاريخ. والمكان الذي أعنيه هو هذا الخط المتوهج بالأضواء على الشاطئ العربي للخليج وموقعه وتركيبته الإنسانية والثقافية ورؤاه لمستقبله. والزمان الذي أتحدث عنه ليس هو الآن ولا الغد، وإنما ما بعد الغد وحقائقه وضروراته الحاكمة فوق الجميع. شكرا لكم كريم صبركم وسلمتم. أيها السيدات والسادة أصحاب السمو، شكرا جزيلا لكرمكم وحضوركم وتشريفكم لنا في هذه الأمسية. وحقيقة كان هذا الحدث وتنظيمه يستحقان العناء، وعدا عن أنني أنا عشت مع أعمالي وأفكار هذا الرجل على مدى ستكون تذكارا من جامعة جورجتاون، لكن حتى إتمام ترتيبات ذلك أود وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جامعة جورجتاون وكل الحضور سوف أشرح باختصار إنها هدية تذكارية نقدمها لأكثر زوارنا المتميزين وبعض خريجي الجامعة المتميزين، وهي هدية نموذجية من العالم العربي، وأيضا وهي ترمز إلى التماس الطريق إلى المستقبل.